المشروع القومي للصوامع هو واحد من المشاريع المهمة اللي حافظت على الأمن الغذائي للمصريين، لأن الشون الترابية والصوامع القديمة كانت بتهدر أكتر من 15% من المحصول وبتتسبب في خسائر كبيرة للدولة. لكن النهاردة بقى عندنا شون متطورة وصوامع بتعمل بتقنيات متطورة لتخزين الأقماح. خلينا نتابع. الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير بالمشروع القومي للصوامع اللي بيمثل سلة غذاء المصريين وبيستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في وقت كان بتهدر فيه كميات لا حصر لها بسبب سوء التخزين. وقبل عام 2014 كان القمح اللي بيستخدم في إنتاج العيش المدعم بيهدر منه كميات كبيرة بنسب تتراوح ما بين 10-15% بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة اللي بتتعرض للأمطار والقوارض. لكن بفضل توجيهات القيادة السياسية دشنت وزارة التموين مشروع قومي لتحسين الوضع من خلال توسيع إنشاء صوامع حديثة بتعمل بتقنيات متطورة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم. مش بس كده، لا كمان طورت الشون الترابية وحولتها لشون حديثة، وده كان سبب في الحفاظ على كميات كبيرة من القمح اللي كان بيهدر في السابق. وبيهدف المشروع القومي للصوامع اللي تم تنفيذه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف كتيرة، زي مثلاً القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب اللي بيصل ل 15% نتيجة تخزينها في الشون المفتوحة واللي بيسبب خسائر كبيرة للدولة. كمان الشون الحديثة دي بتعمل على حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بشكل متطور، ده غير تقنيتها وتطهيرها وتحسين جودتها. ولو بصينا للصوامع دي هنلاقيها بتهدف لتحقيق أمن غذائي داخل البلاد من خلال الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح، ده غير إن الصوامع دي بتساهم بشكل كبير في إتاحة فرص عمل للشباب وتوفير مبالغ كبيرة للدولة سنوياً من خلال توفير هدر القمح اللي كان بيحصل في الشون الترابية. وبيعتبر المشروع القومي للصوامع جزء من استراتيجية الدولة للحفاظ على الغذاء وضمان التخزين الاستراتيجي ليها.